التجارب اللي جرت انه هذا اللقاح يعني هيمنع الاصابه للي اكتر من 16 سنه. هل تابعت هذه التصريحات؟ صحيح، هو اللقاح بيتاخد للناس اللي هو اي حد اكتر من 16 سنه، ما بيتاخدش للحوامل او الناس اللي هم بيرضعوا. وده زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين، وفي دراسات هتتم بعد كده علشان نشوف هذا يعني فعاليه هذا اللقاح. نعم. وكمان هيئه الادويه اللي هي الام ام اتش ار اي، هيئه الادويه واللقاحات البريطانيه وافقت عليه، فده طبعا بعد دراسات، فده يدل على ان هو يعني لقاح فعال جدا، وان شاء الله نشوف نتيجته في خلال الاسابيع الجايه. أسترازينيكا وأكسفورد مدير، هل قريبا النهارده في أخبار متداولة أنه ربما يحصل على موافقة قريبة أيضا؟ والله هو بص حضرتك، هو اوكسفورد كان لقاح استرا اوكسفورد فكرته بسيطه جدا ولقاح فعال يعني، وكان وامن جدا. هي مشكلته ان هم لما عملوا المرحله الثالثه من الدراسه الاكلينيكيه فيه، وجدوا ان الناس اللي اخذت نص الجرعه المقرره، في هو جرعتين، الناس اللي اخذت الجرعه نص الجرعه الاولى المقرره تجاوبت نسبه فعاليه اللقاح فيها كانت اعلى من النسبه اللي اخذت اللقاح كله الجرعه كلها. يعني نسبة الفعالية في الناس اللي أخذت نص الجرعة الأولى كانت وصلت ل 90%. فهم، ولكن بناء على المجموع فإن فعالية اللقاح حوالي 70% بس. فهم بيعيدوا بعض الفيز 3 أو المرحلة الثالثة، وإن شاء الله هم إن شاء الله يعني لسه بعت لنا في النهارده تقريبا على آخر ديسمبر أول يناير هيكون جاهز إن شاء الله. دكتور محمد، النهارده بعض الحالات بيكون